في حارة اليهود حدثت وقائع أقوى قصة عشق سرية بين فتاة يهودية تدعى أمل وشاب مصري تنحدر أصوله من الصعيد سيحكم مصر لاحقا بعد أن يطيح بالملك فاروق وهو جمال عبد الناصر. فتعالوا معي كي تتعرفوا على تفاصيل قصة الحب هذه وكيف انتهت. أعزائي المشاهدين، لا تخلو قلوب الرؤساء والزعماء من الحب والعشق، ودائما ما تؤثر قصص معشوقاتهم عند الصغر في تشكيل شخصياتهم أو تسيطر على ما في نفوسهم في المستقبل، وللتاريخ عبر في ذلك، بداية من نابليون بونابارت، مرورا بالألماني هتلر والتركي مصطفى كمال أتاتورك، وليس نهاية بالرئيس المصري جمال عبد الناصر، فالأخير زعيم عربي امتلك كاريزما سياسية وشعبية كبيرة من المحيط إلى الخليج، وهذه الكاريزما لم تبتعد عن حياته الشخصية، ودائما ما تكون وراء هذه الكاريزما قوة، ولكن هل هذه القوة أخفت أسرارا عاطفية في حياة هذا الرجل صاحب الأصل السعودي من محافظة أسيوط وتربى في محافظة الإسكندرية وعاش فترة الصبا والشباب في منطقة الجمالية المجاورة لحارة اليهود في المرحلة الثانوية والتحاقه بالكلية الحربية والعمل ضابطا بالجيش في الأربعينيات من القرن الماضي. ومع بزوغ نجم عبد الناصر وشهرته بعد ثورة يوليو عام 1952، تحدث أهالي القاهرة القديمة عن حياة وصفات هذا الشخص من خلال معرفتهم به لكونه تربى بينهم، ودخلت الثرثرة في حياته الشخصية وما جمعه بقصة حب مع جينا أو أمل الفتاة اليهودية التي هاجرت قبل الثورة مع ذويها إلى أوروبا مع التضييق الأمني والشعبي على اليهود في مصر بعد قيام دولتهم. وفي عام 2005 وداخل حارة اليهود التي لا يعيش فيها يهود، كانت الوحيدة المتبقية منهم والتي لم تترك مصر اليهودية ميري التي رفضت الخروج من البلد في عام 1967 على الرغم من استيلاء بعض الأفراد على منزلها مستغلين الغضب الشعبي من أفعال إسرائيل ليتم أخذ اليهود في البلدان العربية بذنوب تل أبيب لتعيش في غرفة أعلى أسطح أحد البنايات المتهالكة. حكت ميري عن رفضها الهجرة مع أبنائها الثلاثة في كندا وأستراليا قبل 38 عام، وفي وسط الحديث تطرقت إلى جمال عبد الناصر الذي كانت تعرفه شخصيا قبل الزواج من السيدة تحية، وذلك من خلال مفاجأة وهي أن قصة عشق جمعته بصديقتها اليهودية أمل، وهي قصة جمعت بينهما 4 سنوات انتهت بهجرة صديقتها إلى فرنسا ولم تعرف عنها شيئا بعد ذلك. وفي شهر رمضان عام 2015 كان مسلسل حارة اليهود الذي قدم قصة حب علي ضابط الجيش الذي قام بدوره إياد نصار والفتاة اليهودية ليلى التي قامت بدورها منى شلبي. وتمر الأحداث بين معارضة العادة الاجتماعية والدينية ورفض الأهل والمجتمع لقصة حب تكلل بالزواج بين الفتاة التي هاجرت في نهاية المسلسل إلى فرنسا والضابط الذي كان عضوا في تنظيم الضباط الأحرار ومن نظموا لثورة 23 يوليو، ولكن لم تكتب لقصة عبد الناصر وحبيبته اليهودية أمل الاستمرار والبقاء والنهاية السعيدة حسب ما حكت ميري. وانتهى كل شيء بهجرتها خارج مصر بينما وصل ناصر إلى سدة الحكم.